للحديث أكثر عن هذا المعرض الفني والنشاطات اللي قامت فيها اتحاد شبيبة الثورة بفرع اللاذقية، معنا عبر الهاتف الأستاذ نبيل يوسف، أمين فرع اتحاد شبيبة الثورة. يسعد صباحك. يسعد صباحك وصباح متابعي الأخبار السورية. يسعد صباحك وصباح الخير لأهلنا باللاذقية أستاذ نبيل. بالبداية كنا عم نتابع العرض الفني سوريا النصر اللي أقامته منظمة اتحاد شبيبة الثورة فرع اللاذقية بمناسبة عيد الجيش. خلينا نحكي شوي عن العرض، يعني وكان بيتضمن أكثر من 300 شاب وشابة. تعودنا من سنين بفرع شبيبة اللاذقية إنه نكون مع رجال الجيش العربي السوري بعيدهم وذكرى تأسيس الجيش ال 72، ولنوصل رسالة إنه نحن الشباب الرديف لهي المؤسسة العظيمة واللي رسمت من خلال بطولات، من خلال تضحيات معالم نصر إن شاء الله عم تكتمل مع أيام نصر، ومع نصر متجدد بكل لحظة وبكل يوم عم يمر. اليوم نحن بهيدي الاحتفالية كنا مع وحدات عسكرية، مع تشكيلات ضمن عروض فنية بتقدمها فرق الفنون الشعبية، فرق كوادر منظمة، طلاب المعسكرات الصيفية، شكلوا لوحات فنية وتشكيلات رسمت ملامح نصر ولوحات رائعة، لوحات بشرية للعالم كله انه نحن بسوريا الشباب هو عنده احساس بالمسؤولية من الصغار، وليكون كمان هو الرديف للجيش بالإضافة للداعم الحقيقي. دائما الحاضنة الشعبية هي الأساس بنصر كل الجيوش سواء العربية والعالمية. نعم أكيد أستاذ نبيل. خلينا نحكي عن نشاطات اتحاد شبيبة الثورة يلي طبعا ما توقفت. خلينا نحكي شو تحضيراتكم اللي جاية وشو في ضمن خطة العمل لهيدا السنة. عملنا ضمن برامج عمل متكاملة على مدار السنة، على مدار الشهور. أكيد نحن ضمن فترة الصيف في نشاطات متعددة، اختتمنا من أيام المعسكرات الصيفية اللي شارك فيها عبر مرحلتين أكثر من 1500 طالب وطالبة من الصف العاشر. تنظيم البطولات الرياضية، الشطرنج، كرة الطاولة، دوري كرة القدم ضمن الأحياء، ضمن المدارس، الماراثونات الرياضية، الدورات التعليمية، دورات التقوية اللي سبقت امتحانات الثانوية والتاسع، والدورات المجانية لذوي الشهداء والجرحى. بكل مرحلة عم يكون في بصمة للشباب المنظمة ضمن الأعياد، ضمن المناسبات، حملات التبرع بالدم الدورية اللي نحن ضمن البرنامج اللي أطلقته المنظمة بنك الدم الافتراضي يلي هو على استعداد دائم لتلبية حاجة بنك الدم من كافة وبالكميات المطلوبة، بالإضافة للنشاط الفني اللي ما بيوقف هون، أكيد باحتفاليات فنية، بالغناء، بالعزف. كمان نحن اختتمنا بالمحافظة من شهر المسابقة الوطنية للمواهب الفنية، وتم اختيار الكوادر المتميزة لتشارك ضمن المسابقة المركزية اللي رح تكون إن شاء الله 7-8 بعد أيام بدمشق. جملة من النشاطات يمكن صعب إحصائها هلا، لكن نحن بكل وحداتنا الشبيبية، بكل الروابط، هي خلايا نحل تعمل على مدار الساعة، على مدار الأسبوع، على مدار السنة. نعم نعم أستاذة نبيل، يعني إن شاء الله هيك بالتوفيق بكل الفعاليات الشبيبية اللي عم تقوموها، وأيضا تحية لكل اتحاد شبيبة الثورة فرع اللاذقية. بنتشكر جهودكم دائما. شكرا لوجودك معنا. شكرا شكرا لوجودك. لكم، شكرا شكرا لكم. يا هلا، شكرا. رحلتنا لليوم سالي وصلت لنهايتها، رحلة جديدة بنلاقيكم فيها بكرة مع مواضيع وضيوف جداد. نضلوا بألف خير، وأكيد تحيتنا موصولة لرجال الله في الميدان المرابطين على الجبهات. أيضا الله يحميكم والنصر دائما مرافقكم، ويعطيك العافية سالي. يعطيك العافية زينب. محطاتنا لليوم وصلت لنهايتها، وأكيد بيبقى بأنه أي فكرة بهمكم أنه تطرحوها وتشاركونا فيها راسلونا عبر صفحتنا على الفيسبوك صباحنا غير. مني ومن كل كادر الإخبارية السورية، إنكم تبقوا بألف خير، وباي باي باي باي.